إخواني وأخواتي، ذكرت أنا ربما أي كلمة عن موقف الصحابة من سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الفتنة. ذكرها الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام دار كتاب العربي، الدكتور عمر عبد السلام تدمري محقق، طبعة الثانية 1997. طبعا هذا مش الأرقام، غير هذه مرتبة على السنوات. هذه طبعا هي سنة استشهاد سيدنا عثمان، السنة 35. قال في هذا المجلد صفحة 447، وعن أبي جعفر القاري قال: كان المصريون الذين حصروا عثمان 600، مش 6000 و 10000، قلة قلة، وأقل من أهل البصرة والكوفة بكثير. رأسهم كنانة ابن بشر وابن عديس البلوي. من هو؟ عبد الرحمن ابن عديس البلوي الصحابي، أصحاب من أصحاب إيه؟ الشجرة. وعمر ابن الحمق الصحابي الذي قتله بعد ذلك إيه؟ رجال معاوية، وأخذوا رأسه وطرحوه في حجر امرأته. شوف الإجرام والرعب، في حجر زوجته يقول خذ رأس زوجك، رعب رعب، إرهاب، شيء مخيف. هذا وصحابي، صحابي. هذا بالعكس، هذا الشيخ في مصر يسب عليه سب عمرو بن الحمق لأنه هذا من الثائين على عثمان، بس صحابي. لماذا لا يسعه ما وسع معاوية الذي تسبب في قتل 70,000 وبالخديعة وبالإفك والكذب والتدجيل؟ وقولوا اجتهد فأخطأ، اجتهد في الهو. وعلى فكرة اجتهاده أقرب إلى الحق من اجتهاد معاوية بمراحل، لكن هذا بده تحقيق الكلام. وعمر بن الحمق والذين قدموا من الكوفة 200، يعني كانوا 200، رأسهم الأشتر النخعي، يقال له صحب الأشتر على فكرة، مالك بن الحارث المعروف بالأشتر، كانوا يقولوا هذا الأشتر يقلبهم. والذين قدموا البصرة 100، يعني كلهم ما كملوش قديش؟ ما كملوش 1000. هاي الثور كبشة ولا حاجة قد المسجد هذا. رأسهم حكيم ابن جبل، وكانوا يدا واحدة في الشر. وكان شوف صحابة يوصفوا بالشر، الراوي شرار صحابة بس هذولا. ورضواني قد رضي الله عنهم إذ يبايعوك تحت الشجرة، أي شر. وكانت حثالة من الناس قد ضووا إليهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خذلوه، خذلوا مين؟ عثمان، كان في عثمان، انتبه. وكان أصحاب النبي الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله، فلما قتل ندموا. أي فتنة؟ انتبه. لماذا؟ شفت يعني يخلط إيه؟ الحق بالباطل، تلبيس، نوع من التلبيس يا جماعة. أي فتنة؟ المفروض لو كانت فتنة على ما يصورها الراوي، كلامه هذا فيه حق وباطل، فيه نور وظلام. ليس فتنة أن تدفع عن إمامك، صحيح؟ إذا عثمان 100% في نظر الصحابة المهجور الأنصار في المدينة المنورة مظلوم، وكل هذه إيه؟ مجرد حثالة وعجاجات وثائرة ما لهاش أي معنى، وظلم وتجني وافتئات على أمير المؤمنين. المفروض أن تدفع عن إمامك، وإلا فأنت مجرم، تشركهم في الجريمة، صحيح؟ لا، الصحابة خذلوه لأنهم متعاطفون مع إيه؟ مع الثورة. انتبهوا، ولذلك لم يحركوا ساكنا، حصر، اختلف، قيل 20 يوما، قيل 40، قيل أكثر، ما قيل، ما قرأت تقريبا 80 يوما، وحصر مرتين، وقتل في الثانية رضوان الله تعالى عليه. لماذا لم يدفع عنه الصحابة؟ وسوف ترون ما دفع عنه، ولا قال لك، قال لك لأنهم كرهوا الفتنة. الفتنة وين الفتنة؟ الفتنة لو اشتركوا إيه؟ في المجزرة. لكن لو اشتركوا في الدفاع عنه وحمايته وبقدروا، هنشوف بقية الرواية. كلام متناقض، شفتوا؟ وزي ما قلت لكم، الحق إذا زاحمه باطل يتناقضان، ما بيجتمعوش. شوف التناقض في سياق واحد. قال كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله، فلما قتل ندموا على ما ضيعوا في أمره، ولعمري لو قاموا، مين يعني؟ الصحابة في المدينة، مهاجرين وأنصار، أو قام بعضهم فحث في وجوه أولئك التراب لانصرفوا خاسئين. يعني كان يمكن ردهم بأهون سبب. صحابة ألوف يتحرك من 5-6000 بديهم هيك، سيفزع هؤلاء الثائرون، ينتهي كل شيء. قال لو قاموا أو قام بعضهم في المدينة فحث في وجوه أولئك التراب لانصرفوا خاسئين. جميل، نص مهم هذا. طبعا هذا النص يسكت عن أن من كبار المؤلبين على عثمان عائشة أم المؤمنين، واعترفت بهذا، وهذا الثابت بالأسانيد الصحيحة. من كبار المؤلبين، ومؤلب جدا كان، طلحة ابن عبيد الله، صحيح؟ ومن كبار المؤلبين عمر ابن العاص، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هذا يسكت عنه. فهمتم كيف؟ هذا النص مهم في الذهبي، تاريخ الإسلام
حوادث سنة 35 صفحة 447 448 واضح؟ عشان نفهم الحقيقة.